السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وسعادة. احنا النهاردة موجودين في شارع التحرير وورانا سكوبي دو العاب الفيديو جيم والفي ار والكيدز اريا. زي ما انتم شايفين كده ده سكوبي دو ما شاء الله. انا على طول اجي هنا اجيب على طول الاولاد هنا ما شاء الله. قدامه مطعم تبولة اهو زي ما انتم شايفين. احنا في شارع التحرير، طب تعالوا نكمل ونخش جوه ونشوف. هنا نظام الالعاب، العاب بالكوين، الكوين بخمسة جنيه. في العاب واحد كوين للاطفال الصغيرة، والعاب اتنين كوين للاطفال الكبيرة شوية، وفي الدور اللي فوق في ار وكيدز اريا. الكيدز اريا الساعة ب50، والفي ار لسه هنعرف بقى جوه سعرها كام. خليكم معانا كده هنخش ونكمل مع بعض. بسم الله. دي العاب الفيديو جيم اللي هي الواحد كوين، زي الحصان، زي الموتوسيكل الصغنن، زي العربيات اللي هي الصغنونة دي، وطبعا زي فريدة كده. دي العاب واحد كوين بخمسة جنيه هنا. بصوا يا جماعة ما شاء الله ألعاب ممتعة، في قدامها شاشة. فريدة إيه الأخبار؟ حلو؟ اعملي باي. طيب هي ماسكة شكلها في بعضها بقى. طيب نكمل ألعاب الواحد كوين هي دي. زي ما أنتم شايفين برضو عربيات، وهنا موتوسيكل بوليس أو كده برضو نفس الكلام، والاوتوبيس ده. طب العاب الاثنين كوين، في عندك العاب السله اهو، العاب السله اهو، وفي اللي هو الهوكي ده ما شاء الله، دي جميله انا بحبها بصراحه. والعاب اللي هي المسدسات اللي هي دي، بصوا ما شاء الله العاب جميله ما شاء الله. بصوا وفي العربيات، والعربيات زي الكبيره كده زي مودي اللي هي كده اتنين كوين، يعني يعتبر ب 10 جنيه يعني يا بلاش. بصوا مودي اهو بيخبط الدنيا كلها وبيبوظ الدنيا كده. يا مودي ايه رايك في الالعاب دي؟ بس انت قصير برضه، انت طايل الدواسات ولا انت ما بتدوس على الدواسات؟ لا دوس على الدواسات. طبعا مودي على طول هنا. طبعا هنا عندنا الموتوسيكلات دي كده العاب اللي هي الاثنين كوين، موتوسيكلات كبيره يعني مش صغيره يعني. ما شاء الله. ايه فراوله عايز تقول حاجه؟ عايز تعمل لي باي؟ ها؟ عايز تعمل لي باي؟ ها؟ بابي يلا باي. ما شاء الله تبارك الله. يلا باي. بس يا مودي هتلعب ايه تاني يا مودي؟ بصوا يا جماعه هطلع بقى فوق اوريكم الفي ار والكيدز اريا. طبعا موتوسيكلات اهو زي مودي راكبها. مودي وريني كده. ها؟ ايه؟ ايه الاخبار؟ ماشي يا عم. طب بص بص انا كده تصدق لوني التيشيرت لوني الموتوسيكل. لابس التيشيرت لون الموتوسيكل. هنكمل بقى معاكم الكيدز. انا بقى مش عارفه اصور، بس فتحي ايه ساب لي مسؤوليه ان انا اصور الكيدز اريا مع فريده. فهنا ده كده، هو احنا بنطلع من هنا مستلم تمام من تحت، وبندخل هنا. هو هنا بالساعه، ممكن نص ممكن ربع على حسب الوقت. ايه ادي فريده، هنا بقى الانتظار لو الام والاب وكده، وهنا في حاجات كده انا مش عارفه اشرح، فما مش عارفه اقول. تعالي يا فريده تعالي، يلا بينا يلا بينا يلا ندخل جوه هنا. طبعا لازم نقلع الشوزات. اوكي استاذه فريده قلعت هنا كده. دي تقريبا متاهة تقريبا، وهنا ايه
جوه فيه بيت كور. ايه وهنا ترامبولين، هو هنا العاب كده رمله بتاعت صلصال بيعملوا بيها اشكال. اوكي تعالي. هنا كمان، يلا يلا اعملي كده. ايه قولي بقى، ده حصان امسكي كويس. وهنا اتنين اخوات يلعبوا مع بعض. اوكي واشكال بقى، عايز تنزلي؟ اوكي طيب. هنا بقى ايه، في بقى لعب. فريدة بقى عايزة تجري 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 تجري، نزلت تاني تيت. في بقى هنا دي كده. اوكي وهو هنا كده الالعاب سبونج بوب. كده ده بقى الكبير شوية عن فريدة بقى اللي من هواة المطبخ والحاجات دي. اوكي خلاط وحوض ومايكرويف. لا لا ده شغل عيش طبعا. انا بلاعب مولي دلوقتي باللعبة الهوكي دي، هنشوف بقى ايه هي عبارة عن. زي ما انتم شايفين كده هو كده كسب واحد. ماشي يا عم انا هعوض اهو دلوقتي، وريني كده. ماشي هي طبعا سريعة جدا، هي سريعة بالهوا. ان شاء الله اهو انا كده دخلت فيه جون. هو كده قد بعض اهو، كده هو كده قد بعض. يلا بقى يا عم انا كده فضيت لك. طبعا هي لعبه جميله وسريعه وعايزه قوه تركيز عاليه اهو. زي ما انتم شايفين كل واحد عنده جون كده اهو، اهو زي ما انتم شايفين كده الجون ده. نعم بس كده. يلا طبعا هي العاب جميله والعاب مسليه جدا يعني بصراحه يعني. تعالوا بقى تعالوا العب. اي حد عايز يكون يلا اتكلم بقى. يلا 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 بس يلا هي فين اللي لعب؟ هي كده فصل.